بالتأكيد ونحن نتابع الآن هذه الملامح من الاستراتيجية المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي. كان هناك عدد من الأمور المهمة والمتعلقة بالتيسيرات لتخصيص الأراضي، أيضا برنامج لرد الأعباء التصديرية، إضافة طبعا إلى إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات وتتحملها وزارة المالية. السيد وزير المالية دكتور أحمد معيط، وبالتالي هنا السؤال: كيف ستساند أيضا السياسة المالية جهود الدولة في تطوير القطاع الصناعي من خلال عدة أدوات مثل الأدوات الضريبية أو حتى الأدوات الجمركية وغيرها من الأدوات؟ شكرا جزيلا، وخليني أقول هو بالنسبة لوزارة المالية هناك عدة محاور تستطيع من خلالها أنها تساند الصناعة وتساعد الصناعة. خلينا أقول في المحور الخاص بالمالية العامة، وفي المحور بتاع المنظومة الضريبية، وفي المحور بتاع المنظومة الجمركية. خلينا أقول أنه المحور بتاع المالية العامة، يمكن إيه السياسات اللي اتخذناها خلال الفترة الماضية؟ كان على سبيل المثال دعم الصادرات، ودعم الصادرات كان توقف يعني لعدد سنوات إلى أن وصل المتراكم 26 مليار. قدرنا أن احنا نتدخل، والنهاردة لغاية هذه اللحظة مش بس خلصنا 26 مليار، احنا تقريبا داخلين على 40 مليار، وعملنا مبادرة أخيرة ب10 مليار جنيه، وفتحنا الباب، جات لنا عدد من الشركات، يعني اجمالي جالنا احنا سددناه 4.5 مليار، ولسه في 5.5 مليار هنفتح الباب تاني لاستقبال طلبات جديدة. ويعني ان شاء الله بالتنسيق مع التجارة والصناعة هنشتغل على انه دايما يعني عملية انه المستندات بصورة الكترونية بطريقة اسرع، وان شاء الله هنعمل على انه يبقى الفترة الزمنية ما بين تقديم المستندات وما بين الحصول على الدعم الصادرات تبقى فترة صغيرة جدا، وان شاء الله من تاريخ استكمال الأوراق وتقديمه لوزارة المالية هنحط معيار أن نسدد خلال شهر قيمة دعم الصادرات. فده كان مجال. المجال الثاني كان بالنسبة للكهرباء ومساندة تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي، وتحملت المالية العامة 10 قروش فرق، بتعمل تقريبا من 5-6 مليار جنيه كل سنة موجودة في الموازنة العامة للدولة.